دورة عجال هي دورة بلشت بفكرة ودعم مدير عام موارد بشرية سلمى حجاج، لأنها دائما تحرص على تطوير وتأهيل الشباب للمناصب القيادية. طبعا بالنسبة لدورة عجال من الدورات المميزة، بحيث أني تعلمت الكثير، وأكثر ما يميز بالنسبة للدورة هذه هي كمية المعلومات اللي أنا تحصلت عليها وتنوعها بنفس الوقت، لأنه فادوني في أمرين. الأمر الأول في مجال وظيفتي، الأمر الثاني كان في تحصيل الإدراج للماجستير. دورة الجيال بلشت بالتعاون مع معهد دراسات المصرفية، أول دفعة كانت ب 2014، كان عددهم المشاركين 20، أغلبهم بالبنك للحين موجودين وماسكين مناصب قيادية. الجيال أعطتني الفرصة في أني أعرف البنك ككل شلون يمشي، وهذا الشيء خلاني أطور من وظيفتي وأني أرجع للمكان اللي كنت أشتغل فيه وأصعد بشكل أسرع، والحمد لله رب العالمين. أنا الحين في بنك الخليج في فرع رمثية مدير الفرع. خلال الدورة عدة مراحل، المرحلة الأولى التدريب الأكاديمي اللي هو يعلم المشاركين فاينانس، ريسك وأمور كثيرة تقنية داخل البنك. المرحلة الثانية مرحلة المعسكر التدريبي، يكون فيها الأمر أكثر شوي حيوية، مثلا في تدريب على الأمور الحياتية، الأمور القيادية، حتى فيها رياضة. معسكر تدريبي كان من أحلى الأشياء اللي بالدورة، تعلمنا فيها شلون ننظم وقتنا ونقعد من الصبح نسوي رياضة، والتدريبات غير اعتيادية. المرحلة الثالثة اللي هو التدوير بمختلف الإدارات، وهذه طبعاً فوائدها كثيرة. الروتيشن كان من أفضل الأشهر ضمن دورة أجيال، فيها التعلم تشوف البنك بصورة أشمل وتبني علاقات وتبني السمعة اللي راح تدوم معاك حتى بعد الدورة. كوني موظفة سابقاً بالأفرع، أجيال عطتني المجال أني أشوف وأتعرف على إدارات كثيرة داخل بنك الخليج. الحين احنا بصدد اختيار أجيال الدفعة السادسة، مرة بمراحل كثيرة. المرحلة الأولى كانت اختبار القدرات، كان اختبار انجليزي ورياضيات. المرحلة الثانية مقابلة الموارد البشرية. المرحلة الثالثة وهي تعتبر المرحلة الشيقة والنهائية assessment day، تعتبر فرصة للتميز والتعارف. تذكرين بالبوتكامب شلون عرفتها قعدتش؟ عرفت نطبع في القهوة عريس، كنت أحاول أقعدها هي قبلي، هي تروح تسوي القهوة وأنا على ما بدل وأكون جاهزة قبل لا يصير لنا أي عقاب. مع أنه قبل شنو كنا بالكلاس ما يعني قاعدين يم بعض بس ما نعرف بعض كلش نهائيا، بس الأسايمنتات وشنو بعد الأسايمنتات إكزامز اللي خلتني أدرسها وشي شوي هني طيحت شوية الميانة، بس عقب البوت كامب صرنا زيادة، اللي حتى الفاينل بروجكت كنا مع بعض عقب الفاينل بروجكت. آخر شيء نفس الإدارة وكله ويا بعض. شنو نصيحتي حق أجيال؟ نصيحتي لهم كونوا على طبيعتكم واستانسوا بهالتجربة.